يا الله، السلام عليكم شباب. شباب اللي موصيني على ببغاء حلو ومناسب. اليوم عندي ببغاء نيبالي حلو ومناسب وأليف وائل لافت قدامكم. بوسة بوسة بوسة، شوفوا شلون يزوم شباب، طير أليف يعني، بس تلقين، ما يحتاج لشي، طير يحتاج له بس تلقين، وسعره حلو مناسب. سعر الدرة 350 ألف، مكان بغداد الحسينية مرة جديدة. الرقم مالتي راح أخلي لكم إياه بالوصف، اللي يحب يشتريه يتصل علي وإن شاء الله ما قصر. ويا طير كلش حلو يعني، بالعافية على ياخذه. هاي ألاف طير قدامكم، طير هادئ ما عاوزه بس تلقين، وأنا هم جاي ألقن بيه، يعني احتمال من تاخذه تلقى بيه كلام، انه هو النيبالي شوية ذكي يعني، يحفظ سريع. فهذا الطير موجود عندي، العفو استغفر الله، الرقم مالتي موجود بالوصف، الرقم مالتي نفسه في واتساب، اللي ما عنده رصيد يتصل بيه على الواتساب، وان شاء الله ما قصروا وياه، وبمجال للمعاملين الطيبين بمجال.